سبحانه وأشكره وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق رحمة وحلما، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. اللهم اجعلنا ممن آمن به وعزره ونصره، فاجعلنا له بمغنم السعادة قسما، ولا تجعلنا ممن كذب به وصدف عنه فكتبت عليه الشقاوة حتما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنمو وتنمى. أما بعد، فإننا بصدد الإجابة عن سؤال مهم فحواه ومضمونه: هل يصلح العمل بأن يعتبر نوعا من أنواع الجهاد، أو على الأقل أفقا توسعة من سعة معنى الجهاد؟ هل يمكن أن نعتبر أعمالنا اليومية ومهننا التي نقوم بها كل يوم، هل يمكن أن نعتبرها لونا من ألوان الجهاد؟ وقد انتهينا إلى أن اللغة العربية لا تمنعنا من ذلك، اللغة العربية لا تمنع من إطلاق لفظ الجهاد على العمل، باعتبار أن كلمة الجهاد تدور في معناها حول المشقة وبذل الطاقة وبذل الوسع في تحصيل شيء معين وما نحا نحو هذا المعنى. والمشقة كما بينت لكم لا يخلو منها عمل من الأعمال، كل مهنة فيها شيء من المشقة التي هي معنى من التي هي المعنى الأساسي لكلمة الجهاد، لذلك فإنه يصح لغة أن نسمي هذه الأعمال جهادا. ثم تبين لكم أن الشريعة الإسلامية لما جاءت أقرت هذا الاستعمال، وأن القرآن الكريم أقام صلات متينة بين العمل والجهاد، أقام روابط علاقات بين العمل والجهاد، حتى كاد أن يسوي بينهما، أو هو سوى بينهما وقارب بينهما وماثل بينهما. وفي هذا السياق نفسه يمكن أن نتوقف عند آية من كتاب الله تدل على العلاقة الوثيقة التي تربط العمل بالجهاد، وعلى التماثل والتقارب الذي أنشأه الاستعمال القرآني بين معنى الجهاد ومعنى العمل. خصوصية هذه الآية أنها قوية الدلالة على هذا المعنى، هذه آية قوية تدل بما هو قريب جدا من الصراحة والوضوح على أن العمل والجهاد متساويان في الأجر وفي الفضل وفي الثواب وفي الأهمية. قوة هذه الآية مستمدة من السورة التي تنتمي إليها هذه الآية. هذه الآية موقعها من سور القرآن الكريم موقع دال على العلاقة بين العمل والجهاد. هذه آية تتكلم عن العمل وعن العلم والتعليم في سورة أحصى لها الشيخ محمد طاهر بن عاشور 14 اسما، سورة عند 14 اسم، وهذا نادر في سور القرآن. السورة قد يكون لها اسم واحد وقد يكون لها اسمان أو ثلاثة، أما أن تكون السورة معروفة بين الصحابة والتابعين والعلماء ب14 اسما فهذا شيء نادر. وهذه الأسماء كلها، أسماء هذه السورة التي هي محل هذه الآية التي أحدثكم عنها اليوم، كلها أسماء تدل على ما في هذه السورة من القوة ومن الغلظة ومن الشدة والحزم. هذه السورة سميت أولا باسم الفاضحة، فهي سورة فضحت الكفار وفضحت المنافقين في المدينة تحديدا، وسميت بالمقشقشة. ما معنى المقشقشة؟ أي التي تبرق من المرض. وعن أي مرض نتحدث؟ نتحدث عن مرض النفاق، هذا المرض الذي يصيب القلب
وهذا الداب الخفي الذي يصيب نفس الإنسان داء النفاق، هذه السورة كفيلة بأن تنجي الإنسان أو بأن تعالجه من هذا المرض، لأن الله كشف فيها صفات المنافقين حتى لا يتصف الإنسان بصفات هؤلاء فينجو من النفاق، أو حتى أنه إذا اكتشف شيئا من هذه الصفات موجودا فيه فإنه يسعى إلى اقتلاعه وإلى انتزاعه من نفسه حتى يبرأ من النفاق. وسميت كذلك بسورة العذاب، وسميت بالمنقرة مثل ذلك الطائر الذي ينقر بحثا عن شيء يأكله، هذه السورة تنقر بحثا عن صفات المنافقين. وسميت بالبحوث، أي السورة الباحثة عن صفات المنافقين. وسميت بالحافرة الذي يحفر بحثا عن شيء معين، هذه السورة تحفر في أعماق القلوب حتى تستخرج لنا وتوضح لنا خصال النفاق. وسميت كذلك بالمثيرة والمخزية والمنكلة والمشددة والمدمدمة والمبعثرة، هذا 12 اسم مازالوا زوج. شوفوا الأسماء هذه 12 اسم يدل على معنى واحد، على معنى القوة والغلظة والترهيب والتخويف من شيء معين، إضافة إلى تسمية هذه السورة باسم أول كلمة فيها، سميت سورة براءة لأن أول كلمة فيها قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وسميت وهو الاسم الأخير الذي تعرفونه جميعا سورة التوبة. فبمجرد أن تقرأ هذه الأسماء الكثيرة لهذه السورة تتنبه إلى أن هذه السورة سورة تتحدث عن المنافقين وعن الكفار وتأمر بجهادهم وبمقاومتهم، فهي سورة في أعلى درجات القوة وفي أعلى درجات الشدة والغلظة في المعاني وفي قوة الألفاظ المستعملة. ثم إن هذه السورة لها خصوصية أخرى بعد هذه الأسماء الكثيرة، لها خصوصية أخرى أنها السورة الوحيدة في القرآن التي لم تفتتح بالبسملة مباشرة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، خلافا لسور القرآن جميعا لا توجد سورة في القرآن لم تفتتح بالبسملة إلا هذه السورة، سورة التوبة افتحها في المصحف لا تجد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، غير موجود. في ذلك يقول الإمام الشاطبي ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، أي أنك إذا وصلت هذه السورة بالسورة التي قبلها وهي سورة الأنفال سيدي، نعم باش ما ترقدوش، سورة الأنفال تقرأها وداخل في سورة براءة ما تبسملش بيناتهم، تكمل سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، تدخل من سورة في سورة دون أن تبسم، هذا مهما تصلها. أو بدأت براءة، الحالة الثانية أنك تبدأ مباشرة بهذه السورة تفتتح بها التلاوة، تكتفي بالاستعاذة ولا تبسمل في أول هذه السورة، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لماذا لا تبسمل ولماذا حذفت البسملة أو لم تذكر في أولها؟ لأنها سورة نزلت بالسيف، بمعنى أنها سورة نزلت بشيء من القوة ونزلت بالأمر بالجهاد وبمقاومة الكفار والمنافقين، وبقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، فهذه المعاني لا تناسبها البسملة لأن البسملة دليل أمن وأمان وسلام، وهذه السورة لا يوجد فيها هذا المعنى. فالآية التي تتحدث عن العمل وعن خصوص العلم والتعليم تحديدا موجودة في هذه السورة التي بينت لكم شكلها العام وغرضها العام وهدفها العام. ماذا تفعل هذه الآية التي تتكلم عن العمل في سورة بمثل هذه القوة وبمثل هذه الدلالة على معاني الجهاد والمقاومة؟ هذه السورة أو هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية وقعت تقريبا في أواخر سورة التوبة وهي سورة طويلة إلى حد ما. هذه السورة أمرت المؤمنين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الخروج للغزو ولقتال العدو وللدفاع عن الدولة الإسلامية،
وهذه السورة تبينت أن الذين تخلفوا أو أن أغلب الذين تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر. وهذه السورة قضت معانيها بأنه لا يجوز للمؤمنين آنذاك أن يتخلف واحد منهم عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان ظرفه ومهما كان عذره، فلا عذر له في التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تخلفوا كان أغلبهم كانوا من المنافقين، ما عدا الثلاثة الذين خلفوا كما تذكر السورة ذلك. فلا يجوز لمؤمن في ذلك الوقت أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجهاد، رغم أن هذه السورة نزلت تتحدث عن غزوة تبوك تحديدا، اللي هي غزوة وقعت في الصيف الصيف، اللي قال فيها رب سبحانه وتعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كنتم تفقهون نار جهنم أشد حرا. يقول لهم هذه النار التي ترونها، هذه الحرارة التي ترونها لا يجب أن تمنعكم من الخروج إلى الجهاد، لأن ثمة نار أخرى تنتظركم إن أنتم لم تخرجوا، هي نار جهنم التي هي أشد حرا وهي أبقى وأخلد وأدوم في العذاب. فتصور المسلمون بعد هذه المقدمة، تصور المسلمون أن عليهم جميعا أن يخرجوا للجهاد، عليهم جميعا أن يتفرغوا لأمر الجهاد ولأمر القتال. هذا اللي فهموه، فهموا أنهم يجب أن يتمحضوا لهذا الأمر وأن لا يتخلف فيهم واحد ولا واحد، كلهم على بكرة أبيهم يجب أن يخرجوا للقتال وللجهاد. وشيخ ابن عاشور ماذا يقول؟ يقول إن هذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة جاءت تصحح هذه الفكرة التي سبق إليها ذهن المسلمين ذهن الصحابة. قال لأن مقصد الشريعة الإسلامية ليس فقط أن تبني دولة وتحافظ عليها بقوة السلاح. المؤمنون في المدينة صحيح بنوا دولة، ومن مقتضيات بناء الدولة أن يكون لها قوة ردع، قوة دفاع، قوة عسكرية حتى تدافع عن الدولة وحتى تردع كل من يريد أن يتطاول على هيبة هذه الدولة. فمن حق كل دولة أن يكون لها جيش، ولكن الإسلام يقول لنا إن هذا الجيش وهذه القوة الدفاعية المتمثلة في الجهاد والقتال ليست كافية في بناء الدولة، ليست كافية، ثمة أشياء أخرى لها علاقة ولها ارتباط ببناء الدولة. الدولة لا تقوم فقط على قوة عسكرية وعلى شرطة وجيش وحرس، هذا جزء ضروري لابد منه، ولكن هل هو كاف للالتقاء بالدولة؟ هل هو كاف للنهوض بمستوى هذه الدولة بين الدول؟ هذا غير كاف. لذلك كان من مقصد الإسلام أن يحافظ على الدولة من خلال فكرة الجهاد اللي هي فكرة دفاعية عسكرية، وكذلك من خلال فكرة أخرى هي فكرة العلم، فكرة الحفاظ على الدولة وبناء الدولة بالعلم، بالمعرفة، بالثقافة، بالاقتصاد، بالإعلام، بأولي الرأي وأولي النهاء، بشتى المجالات التي يتنافس فيها الناس اليوم وتتنافس فيها الأمم اليوم. وكل هذه المجالات، تحقيق مجال تحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي إلى آخره والتقنية والتكنولوجي، لا يتم إلا بوسيلة واحدة وهي وسيلة العلم. فجاء الإسلام حتى يقول لنا أن هذا الجهاد الدفاعي والعسكري ليس كافيا في أن تحافظ على دولة المسلمين، إنما هو ضروري، ولكن يجب أن نضيف إليه شيئا آخر هو الرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، الذي لا يتحقق لكم إلا إذا أخذتم بنصيب وافر وبحظ وافر من العلوم. هذا اشتغل شيخ طارق بن عاشور. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول من انتقل المدينة كانت عنده سلطة سياسية في المدينة باعتبار أنه رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم، ولكن انتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين إلى أن السلطة المعرفية العلمية والسلطة الاقتصادية التجارية ليست في يد المسلمين، ليست في يديه، إنما كانت في يد اليهود الذين يعيشون في المدينة، الذين حماهم الإسلام وتعايش معهم المسلمون. المسلمون كانوا في المدينة يمتلكون منصبا
ومنصب رئاسة الدولة، ولكنهم لم يمتلكوا المعرفة والثقافة. على لأن العرب كانت أمة أمية، هذا معروف على العرب، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، هم أميون، قالوا لا نقرأ ولا نحسب. أين كانت المعرفة؟ أين كان مركز المعرفة؟ عند اليهود. وما مصدر هذه المعرفة عند اليهود؟ أن التوراة ذكرت لهم قصصا كثيرة من قصص الأنبياء، وأخبرتهم عن أمور كثيرة من الشرائع السابقة، فتحصل لهم من مجموع ذلك قدر كبير من العلم، حتى إن مشركي قريش كانوا يستعينون باليهود ويشاورونهم في الأمور، على لأنهم كانوا يمثلون السلطة المعرفية. فجاء القرآن في أول القرآن المدني في المدينة يعلم المسلمين أخبار بني إسرائيل، ويذكر لهم جانبا من علمهم. سورة البقرة عما تتحدث بالأساس، وهي سورة مدنية، عما تتحدث؟ تتحدث عن بني إسرائيل، حتى يفتك المسلمون العلم الذي كان بأيدي هؤلاء اليهود، ويتمكنوا من السيطرة على المدينة بالعلم والمعرفة والثقافة. عليه لأن السياسة لا تكفي، لا تكفي، المنصب السياسي والقوة الدفاعية والجيش لا يكفي، نحن مطالبون بتحصيل العلم والمعرفة لضمان استمرارية الدولة واستمرارية الأمة ورقيها. ثم إن السلطة الاقتصادية في المدينة لم تكن بأيدي المسلمين الذين كانوا يمتلكون أو يمسكون بزمام التجارة وزمام الاقتصاد، كانوا هم اليهود كذلك، كانوا هم الذين يسيطرون على الاقتصاد. حتى إن المسلمين كانوا في لما يحتاجون، كانوا في حاجتهم إلى الماء يضطرون إلى أن يشتروا الماء بالمال، يدفعون المال مقابل أن يشتروا الماء، لأن البئر التي كانت تزودهم بالماء كانت على ملك رجل يهودي. فكان الصحابي إذا احتاج إلى أن يتوضأ أو إلى أن يغتسل حتى يصلي أو إلى أن يستعمل الماء في عاداته وعباداته كان رهين هذا اليهودي. إذا لم يدفع لا يمكن له أن يتوضأ، لا يمكن له أن يحصل على المال حتى يصلي. هذا اليهودي من حقه أن يمتنع عن بيع الماء للمسلمين، فتتعطل بذلك عبادات المسلمين قبل معاملاتهم. العبادة الصلاة إلى ما تحتاج بالأساس من شروطها الأساسية إلى الطهارة، والطهارة بماذا تكون؟ تكون بالماء ابتداء. فإذا كان هذا الماء كانت وسيلة العبادة بيد غيرنا، فنحن غير مستقلين في عبادتنا، لم نحصل استقلالا حتى في عبادتنا. لذلك من الأدلة على ذلك في أحكام الطهارة في الفقه الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ذكر حديثا فيه قال: إنما الماء من الماء، أي إذا التقى الرجل والمرأة فجمع الرجل زوجته ولم ينزل ليس عليه غسلا، هذا أول الأمر. ثم نسخ هذا الحكم لاحقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، تغير هذا الحكم وأصبح الغسل واجبا لا بالإنزال إنما بمجرد الجماع. عليه شنو الحكمة؟ لأن الماء في بداية الأمر كان مفقودا، المسلمين ما كانش عندهم ماء، ليس هما في بيئة صحراوية، وليس هذه البئر التي يتزودون بها من الماء كانت بيد يهودي. هذا تقريبا في شهور يوم أنا أكلمكم الآن بمصدح في خطبة دينية، أكلمكم بمصدح لم يصنعه المسلمون، هذا لم يصنعه المسلمون. أنت اليوم إذا أردت أن تحج أنت تركب الطائرة التي لم يصنعها المسلمون، أنت الآن إذا أردت أن ترقب هلال رمضان بالوسائل الحديثة أنت ترقبه بوسائل لم يصنعها المسلمون. فأنت في جميع عباداتك اليوم، في عبادتك لله، لست مستقلا، أنت رهين الآخر، هذا الذي تسبه أنت رهين له، أنت لست مستقلا في عبادتك لله. مش عجبا شعلنا في المعاملات وشعلنا في حياتك اليومية باش تعبد رب سبحانه وتعالى، تعبده بوسائل لم تصنعها أنت، وهذا عار على الأمة، عار على الأمة. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بداية العهد المدني، ولاحظ الشيء هذا، حاول أنه يحل الإشكال ويحقق الاستقلال للمسلمين، فأمر زيد بن ثابت بأن يتعلم لغة اليهود. هذا الصحابي قال تعلم لغة اليهود،
امتلك هذه اللغة التي يسيطرون بها علينا، هذه الثقافة التي يتميزون بها علينا، امتلكها حتى تصبح ثقافتك بين يديك، وحتى تحقق الرقي الثقافي والمعرفي، فتصير لك سلطة فعلا مش بمجرد الكلام فحسب. النبي صلى الله عليه وسلم حاول تحقيق الاستقلال الاقتصادي، قال: من يشتري هذه البئر؟ من يشتريها؟ وله جنة، وعده بالجنة من أجل شراء هذه البئر. ما قالش شكون يصلي من يدركها وله جنة، شكون يصوم اثنين وخميس وله جنة، لا، فما شيء أهم، تحقيق استقلال اقتصاد المسلمين. من يشتري هذه البئر؟ وله جنة، وله جنة، وشراها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هؤلاء خدم الإسلام لما توسعت نظرتهم للإسلام، ولما أدركوا أن مجرد المنصب لا يكفي في حماية الدولة. ولذلك يقول شيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله عليه، يقول: يمكن أن تبني دولة بسلاح، بجهاد، بجيش، يمكن تسيطر وتبني دولة، ولكن هذه الدولة لن تستمر ولن تحقق رقيا واستمرارية إلا بالعلم، الثقافة، الاقتصاد، الإعلام، التكنولوجيا، والمعرفة، والتحدث. فكل هذه المجالات التي يراها البعض اليوم مجالات دنيوية، هذه أمور دنيوية، لا يا سيدي، هذه أمور دينية، هذه أمور في صميم الدين وفي قلب الدين، وتحقيق هذه الأمور والرقي فيها مقصد من مقاصد الدين. لذلك إذا اشتغل المسلمون بالجهاد وتفرغوا جميعا لهذا الأمر، فمن الذي سينهض باقتصادهم؟ ومن الذي سينهض بمستواهم الاجتماعي والثقافي والمعرفي؟ من الذي سيحقق هذا الرقي وسيحقق هذا الاستقرار للدولة؟ مجرد الجهاد لا يكفي. لذلك قال لهم ربي في هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قل ليس صحيحا ولا يجب عليكم، وهذا نهي إلهي صريح ينهاهم ربي عن أن يخرجوا جميعا للجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قال المسلمين صحيح ينفر البعض منهم للجهاد عند الحاجة، عند الضرورة، حتى يدافعوا عن حقوقهم. الجهاد ليس صورة من صور الظلم، لا، هو دفاع عن الحق الشرعي، عن الحق المكتسب، وهذا شيء معترف به اليوم. مش معقول تجي إنسان يأخذ لك حقك ويتعدى عليه ويقتلك وأنت تتفرج، لا، يجب أن ترد الفعل، وهذا يدخل فيما يسميه حتى رجال القانون بالدفاع، حق الدفاع عن النفس، وهذا أمر أقره القانون واعترف به. ولكن هؤلاء ينفرون الجهاد والبقية ماذا تفعل؟ تتبحر للعلم. بقية الأمة وين؟ مش كلها في الجهاد، مش كلها القاتل، مش كلها جيش، مش كلها أمن، لا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يجب أن يتوفر في الأمة عدد لا بأس به من المتخصصين في العلوم وفي المهن المختلفة والصنائع المختلفة. المجاهد في سبيل الله والعامل في المجالات المختلفة نيتهم واحدة، هي نصرة الإسلام، وأجرهم واحد عند الله سبحانه وتعالى، أجرهم واحد عند الله، لأن هذا ينصر الإسلام بلون من ألوان النصرة، والآخر كذلك ينصره في ميادين تأخرت فيها الأمة اليوم، في الصحة، في الثقافة. شوفوا مستوى الجامعات العربية قديش توخر، شوفوا مستوى الخدمات الصحية قديش أخر، شوفوا المستوى الاجتماعي الثقافي للمسلمين قديش مستوى رديء. الاشتغال بهذه المجالات واجب على الأمة، كما الجهاد واجب على بعض منهم، كذلك الاشتغال بهذه المجالات واجب. ورب سبحانه وتعالى عبر عن الجهاد وعبر عن العلم والعمل برب واحد هو النفير. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا النفير فيش في الجهاد، فلولا نفر، هذا النفير فيش في العلم والعمل. استعمل نفس اللفظ، شعب يقولنا رام كيف يساوي بين الجهاد وبين السعي في هذه المجالات المختلفة من مجالات الحياة. يقول الشيخ طاهر بن عاشور، أنا أبسط لكم كلامه، يقول معناته احنا مسلمين مش نقسم على اثنين، شيء متوجه للجهاد وشيء متوجه للعلم وللمعرفة والاقتصاد إلى آخره. قال: أي طائفتين أكبر؟ يعني رأى 70% للجهاد و 30% للعلم، ولكن كيف يكون التقسيم؟ شو يقول الشيخ طاهر بن عاشور؟ يقول: الجهاد يخرج له الناس على قدر الضرورة،
الضرورة تقدر بقدرها. هذا العدو الذي يغزونا يحتاج إلى 1000 رجل، لا يخرج أكثر من 1000 رجل. الجهاد يقول لنا أن الجهاد ضرورة، يخرج لها العدد الضروري، أقل عدد ممكن يخرج له. أما الطائفة الكبيرة أين تبقى؟ تبقى في مجالات العمل. يقول لنا العمل والعلم أصل، والجهاد والقتال استثناء. حياتك يجب أن تصرفها في العلم والعمل، ولا يخرج للجهاد إلا القدر الذي نحتاجه لما نرى العدو قد غزانا وقد تعدى حدودنا وانتهك حرماتنا. في الأصل وين؟ هل هو في هذا الجهاد القتالي أم هو في العلم والمعرفة والعمل؟ الأصل في العلم، والأصل في المعرفة، والأصل في العمل. يقول الشيخ طه بن عاشور: ولا ينبغي لنا أن نحمل الآية على معنى غير هذا المعنى الذي بيناه. لا يمكن أن نفسر الآية بغير هذا التفسير الذي ذهب إليه علامة تونس الشيخ محمد طه بن عاشور. فانظروا إلى هذه الآية كيف بينت حاجة المسلمين للعلماء وللأدمغة وللإداريين وللسياسيين وللإعلاميين وللتجار ولأصحاب الصنائع مهما كانت هذه الصنعة. القرآن يقول لنا الإسلام بحاجة إليكم. الإسلام لا يحتاج فقط إلى المقاتلين المجاهدين، ولا يحتاج فقط إلى المفتين وإلى علماء الدين وعلماء الشريعة وإلى الأئمة والخطباء. يقول الإسلام محتاج إلى التاجر، والإسلام كذلك محتاج للبائع والصناعي، ومحتاج للعالم، ومحتاج للطبيب، ومحتاج للمهندس وللإعلام. كلهم يعملون في طريق واحد. البول اليوم يقول ولده عايز ولد الإسلام في بقعتها وقرايته في بقعتها. هذا إنسان يقع في جهل كبير. الإسلام ما قلناش القراية في بقعتها والدين في بقعته، لا، يقول لك القراية والدين في بقعة واحدة. القراية دين، العلم دين. من أسباب أو من الحلول التي يمكن أن نصلح بها حالة الشغف التعليمي اللي عنا اليوم، أن نربي أبناءنا على أن هذه الدراسة التي يدرسها مهما كان تخصصه فيها هي دراسة تنتمي إلى الإسلام، هي دراسة دينية. مش قرايتك شيء والدنيا شيء آخر، قرايتك شيء والدين شيء آخر والإسلام شيء آخر بالحاجة المحددة. لا، الإسلام قال لك الدين والدنيا خط واحد. لا يمكن أن تنجح في دينك ما لم تكن ناجحا في دنياك. الإسلام لا يحب الفاشلين، أنا قلت لكم هذا سابقا. الإسلام لا يعترف بالفاشلين، لأن الإسلام لا ينصره إلا الناجحون في حياتهم، لا ينصره إلا الطبيب الناجح، ولا ينصره إلا الإعلام الناجح، ولا التاجر الناجح. هؤلاء هم الذين ينصرون الإسلام. أما الذين يكتفون بالصلاة وبالصيام ويمدون أيديهم أمام المساجد للطلب وللبحث عما في أيدي الناس، هؤلاء لا ينفعون الإسلام بشيء. إنما الذين ينصرون الإسلام نصرا حقيقيا هم هؤلاء العاملة، هم أنتم مهما كانت اختصاصاتكم. يقولون لنا الإسلام أن ما تفعلونه جميعا هو في درجة واحدة مع الجهاد في سبيل الله، لأن كلاهما ينصر الإسلام. شوفوا قوة هذه الآية. وللأسف عيب، عيب كبير وعار كبير على أمة تقرأ هذا القرآن وجاي شر رمضان مش تقرأ الآيات هذه وتمر عليها. عيب كبير الأمة تقرأ هذه الآيات ولا تنزل لها دمعة عليها. مش لأنه خايف، لأنه تنزل دموعه، لأن الواقع اللي عايشينه المسلمين مش الواقع اللي يحبه لنا ربي، مش الواقع اللي يحكي عليه القرآن. لأن السنة اللي نطقوا فيها ما هيش السنة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعرفوا من السنة كان الشكل، نعرفوا من السنة كان الأمور الظاهرة. السنة قالت شكون يجري البير وعنده الجنة. السنة اليوم كان تحب تطبقها، شكون يكون ناجح في ميدانه ويمتلك الميدان هذا ويستقل فيه المسلمين ويحقق اكتفاء بالذات فيه وله الجنه. هذا لون من الوان تطبيق السنه وتطبيق الشريعه. فعيب يا جماعه، راه كنا نقرا القران واحنا مازلنا متخلفين في اعمالنا وفي المهن بتاعنا وفي الخدمه بتاعنا. رانا نقرا القران والقران يلعننا. رب قارئ للقران والقران يلعنه. طب انه القران يلعن علاه؟ لان القران يحب في مستوى عالي وانت راضي بالمستوى الدنيا. لأن القرآن يقول لك اخدم هاي الخدمة من الدين، وانت تقول خدمة شيء وصلة شيء والدين شيء، لا هما شيء واحد، هذا شيء واحد. ما شفنا كيفاش القرآن يجعل الجهاد والعمل في خندق واحد. والسنة النبوية الشريفة لها نفس الاتجاه. السنة النبوية لها نفس اتجاه القرآن، تقول لنا أن العمل بمنزلة الجهاد، وأنه لا تفاوت بين العمل
الذي نعمله في دنيانا وبين الجهاد الذي نرجو به. وجه الله سبحانه وتعالى جعلنا لله واياكم ممن اذا نبه انتبه ووضع لي ولكم من سبيل الحق والشباب تائب من ذنب كمن لا ذنب له ودعو الله يسلم. المحمود الله جل جلاله واهل الثناء والصلاه والتسليم محمد واله وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث او في جزء من حديث شريف يقول: والمجاهد، ما تعريف المجاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه في طاعه الله عز وجل. هذا هو المجاهد الحقيقي الذي يتعب نفسه ويبذل جهده في طاعه الله. والطاعه كما بينت لكم سابقا ليست مقتصره على الصلاه وعلى العباده، لا، الطاعه يدخل فيها الاعمال التي نقوم بها. اذا جعلنا هذه الاعمال خالصه لوجه الله، اذا جعلت جهدك في مهنتك خالصا لوجه الله، هذه المهنه تدخل في مفهوم الطاعه، فتكون مهنتك طاعه، فتكون بذلك لونا من الوان الجهاد كما بين الحديث ذلك. وفي حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد يطلب إذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجاهد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ والديك حيين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، ما قالوش جاهد فيهما، لا، فيهما فجاهد. علماء البلاغة يقولوا هذا حصرا، صيغة من صيغ الحصر، أي لا تجاهد إلا فيهما، انسى كل شيء، والديك حيين، جهادك في والديك. وفي حديث آخر في نفس المعنى أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. يشتهي الجهاد ولا يقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فاتق الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتبر ومجاهد. حاج ومعتمر ومجاهد، باش ببر الوالدين. قال: شنو علاقة هذا بالعمل؟ كيف تتصورون أن رجلا يبر والديه هو بطال؟ الإنسان البطال اللي يبوه أمه خايفين عليه كل لحظة من أنه يمشي في سلك المخدرات، ولا يمشي في سلك الانحراف، ولا يمشي في سلك الإرهاب، البطالة شتعمل؟ ولا تجيب شيئا. فالإنسان اللي يكون بطال ويخلي والديه يديهم على قلوبهم خايفين عليه ومش يمشي. البطال اللي يولي طالب بحقه هات فلوس مع مشيخهم ويجهد والديه ويثقل على والديه ويسبوه ويسب أمه وكان لازم يقتلهم من أجل أنه ياخذ فلوس مثل الله أعلم أنه يصرفه. الإنسان اللي ما يعملش، الإنسان البطال، كيف يبر والديه؟ كيف؟ من وجوه البر العمل، لأن أبوك وأمك يشوفوك ناجح في حياتك، يشوفوك مستقر، فتقر عيناهما بذلك. هذا وجه العمل، وجه من وجوه البر، والبر لون من الوان الجهاد، فتتلخص بذلك القضيه ونقول ان العمل لون من الوان الجهاد في سبيل الله. يخرج يمشي جاهد الله اعلم وين، في معركه اختلط فيها الحبل بالنابل، يخلي والديه يقاسيه، ورفقاء ينجم يخدم، وبوه رجل كبير ما نجمش يسعى، ما نجمش يخدم بوه، وتلقاه يخلي فيها كاكه. على نجم السنة شيء ما نخدموش، يعني ما عندناش وقت الخدمة، هاك السنة. هذا ليس مجاهدا في سبيل الله، بالعكس، هذا يركب في الأثام على نفسه، يركب في الذنوب على نفسه، بأنه لا يعمل فلا يبر والديه بذلك. بنت سيدنا شعيب ولا زوج بنات سيدنا شعيب خرجوا يخدموا يسرحوا بالغنم، على قالوا: وأبونا شيخ كبير. خرجوا يخدموا، شيخ طارق بن عاشور قال هذا فيه دليل على جواز خروج المرأة للعمل، تخدم عليها، خرجوا باش يغطيو على أبوه، باش يوفروا الخبز لأبوه. هؤلاء هم المجاهدون، وهؤلاء هن المجاهدات حقيقة. في حديث آخر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل، فرأى الصحابة من جلد هذا الرجل ونشاطه، رأوا أن هذا الرجل المار قوي جلد صبور نشيط، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، القوة هذه والبدن هذا مش كان في جهاد خير؟ فالجهاد شو جا في مخه؟ في سبيل الله، شنو سبيل الله والجهاد شنو؟ القتال فقط. فماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم
وهو يصحح مفهوم الجهاد ويحول هذا المفهوم مفهوم الجهاد من مفهوم يقتل به بعضنا البعض الآخر ويشرد به بعضنا بعض الآخر إلى مفهوم يبني دولة المسلمين، إلى مفهوم يحسن أوضاع المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل القوي، قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إذا كان خارج يخدم من أجل أولاده، من أجل أن يربي أولاده ويقريهم، باش حتى كان هو ما نصرش الأمة هذه، على الأقل يقدم للأمة شكون ينصرها. ليس احنا ما ننصروش الدين ونتخافوا، وليس نطلعوا أجيال لا تؤمن بفكرة نصر الإسلام ولا تؤمن بفكرة الارتقاء بمستوى المسلمين. من هو فاسد ومفسد؟ هو لا ينصر ولا يجعل من أبنائه ناصرين للإسلام والمسلمين. قال: إن كان يخرج، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، هو مجاهد. وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين، هنا أربط الحديث، هذا من الحديث الآخر. وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، مجاهد، يخدم باش يعف والديه، باش ما يخليهوش والديه يطلبوا، باش ما يخليهوش والديه ريقهم شائع في جرب. قال: وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها أو يعفها، خرج على نفسه يخدم، ما عنده لا عائلة ولا صغار ولا أبوه ولا أم، لبس عليه كل أمورهم، علاش يخدم؟ باش يعف نفسه، باش يحقق ذاته، باش ما يبدش يديه للناس، فهو في سبيل الله، فهو مجاهد. وإن كان خرج أو إن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. حتى لو كان خارج يقاتل في سبيل الله وبرياء ومفاخرة ويكفر في عباد ربي فهو في سبيل الشيطان. ما سبيل الله شنو؟ والجهاد شنو؟ في السنة النبوية وفي السيرة النبوية هو مفهوم واسع يدخل فيه العمل، العمل من أجل النفس، والعمل من أجل الصغار، من أجل الأولاد، والعمل من أجل الآباء والشيوخ. كلكم في سبيل الله وكلكم مجاهد، ولكن سلوكنا في أعمالنا وفي المهنة متاعنا وخدمتنا وانضباطنا في خدمتنا، كل صراحة واحد ما يكذبش على روحه كذبة ويصدقها، هل أنه سلوك؟ هل أنه سلوك؟ سلوك مجاهدين؟ احنا فاش نجاهد؟ في السرقة، فاش نخطف نص ساعة منا على ساعة منا والكهرباء متاع الإدارة نمشي بها الغادي، ولكن كيفاش نغش؟ ولكن توريس مثال كفار هذوك برا، غشوا كما تحب واطلب عليه كما تحب. هذا سلوك الإنسان جاهد في سبيل الله؟ راك في عمل، راك في جهاد، في طاعة لله، هذا سلوك واحد يعرفه. والإنسان في بعض الأحيان يكذب كذبة ويصدقها، يقول: لا أنا شبيني يا خويا، أنا أموري واضحة. حاسب نفسك، حاسب نفسك، راهو المليمة اللي تاخذه مش من حقك، من فلوس الناس، من فلوس الدولة، راهو المليمة هذا يا حرام، مش هذاك حرام والآخر حلال، راهو اللي يهز كل ما بعضه، يهز كل ما بعضه، والله كي يزيدوك 3 ملايين والله لا يكفيوك، ما يكفيوكش. واحد مشى للإمام أبو حنيفة، ونختموا بهذا باش سيبكم تخدموا، لا تقولوا يحكينا عن الخدمة ويعطل فينا عن الخدمة. الإمام أبو حنيفة جاء واحد قال له: راه شهريتي مش مكفي. قال: وش بيه قداش قاعد تاخذ؟ قال: ناخذ في 4 دراهم. قال: لا 4 دينارات مثلا. قال له: بلا عارف، قول له يعطيك 3. قالوا: لا لا يا ولدي، انا جيت قلت راني مش كافيني، الاربعه مش كافيني، قلت لا لا. ابو حنيفه بالطبيعه ما قالوش برا عامل اعتصام ولا اضراب ولا، والعرفات الكل يساعدهم من ايامك يا ابو حنيفه، قلت له بلا خذ نقصت الشهري. مشى قال: اعطيني 3. لا ما صدق اعطاه. رجع له: لا مش كافيني. قال له: الاربعه ما كافيونيش، 3 مش كافيوني، ما كافيوني. قال له: قول له اعطيك زوج. مشى اخذ زوج، رجع قال: زوج كافيوني. كيفاش كافيوك؟ ما انت تخدم في خدمه تستحق درهمين، تستحق دينارين وتاخذ في 4، بالطبيعه ما يكفيوكش الاربعه، وقول لهم: يا ما يكفيوكش. علاه؟ لانه مال حرام لا يثمر، لا يثمر. فلا يمكن الانسان ان يكون مجاهدا في سبيل الله وهو يغش في خدمته، مش معقول، مش معقول. يصلي، يصلي وعامل لحيه، يلبس قميص وسفنون، وصد غريب غريب، مش معقول، مش ممكن يصير هذا. اللي ما يصليش عديله ممكن يصير منه، ما يستغربش، هذا اللي يصلي يا رسول الله. الناس اللي ما تصليش منضبطه في اعمالها اكثر من اللي تصلي. معقول يجي واحد اليوم يقول: الغش كثر بعد الثورة؟ أي قالوا: كما كثر الدين كثر الغش. أنا شكون من الغشاشة ومن المتدينين؟ وهذا شيء في حقيقة الأمر يوافق الواقع، هذا واقع للأسف. من هذا الإنسان يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى الدين بسلوكه؟ وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لا تنفعنا بتقصيرنا فيها، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة، شيء لا ينفع إذا كان ماكش مستقيم في العمل بتاعك، ماكش مراعي لمعاني
الجهاد في العمل الذي تعمله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا باسط اليدين العفيف، يا من اذا رفع اليه كف عبده كفاه، اغفر لنا ما قتلنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. يا رب ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها وخالقها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كيسي العظام لحن بعد الموت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا لديك. اللهم يا فارق الحب والنوى ويا عالم السر والنجوى، أعط لكل من الحاضرين منا من الخير ما نوى، والمرضى من أمة سيدنا محمد اللهم عجل لهم بالشفاء. اشف اللهم مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم من ساهم في تأسيس هذا الجامع اللهم بارك له في ماله، واخلفه خيرا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من نور هذا المسجد فنور قلبه بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل من أنفقه في ميزان حسناته برحمتك يا خير المسؤولين ويا أجود المعطين ويا رب العالمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.